كابتن جهاد، عايز اسالك سؤال مهم جدا. ماذا دار ما بين حضرتك وما بين حكم هذه المباراه الالماني ما قبل اداره المباراه؟ انا عارف ان هو تواصل معاك. هو صديق شخصي. من انا اعرفه من 2015، لعب معايا كاس عالم من نيوزيلندا 2015، وكان معايا كاس العالم 2018 حكم في ار، وكان معايا في اولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل، فاحنا لعبنا مع بعض بطولات كتيره. فهو لما جه سال مع المرافق اللي كان معاه، عايز جريشه، وكلم جريشه، وعارف ان انا بحلل في معاكم في التلفزيون وفي المواقع، فبارك لي على ده. ومن ضمن كلامه ان انا بقول له ماتش مهم وماتش، قال لي انا جاي بعمل المباراه زي من قبل نهائي اليورو، وواخد الموضوع بمنتهى الجديه، والطاقم اللي معايا ده هو اللي لعب معاه. قال لك انا جاي المباراه دي اكني بديل قبل نهائي اليورو، اعملها زي ماتش قبل نهائي اليورو. فهو بالنسبه له مش جاي يهزر. فالنهارده فعلا النهارده اداؤه النهارده بيدل على الكلام اللي قاله. هو الراجل جاي النهارده يشتغل. كريم، فرق شاسع بين الطاقم الاسباني اللي كان موجود والطاقم الالماني النهارده. واضح بكل معاني الكلمه. يعني النهارده بنتكلم على دروس تحكيميه لكل حكامنا ولكل الناس بتتفرج. النهارده عمل ماتش هايل وحالات اصعب كتير جدا من الماتش اللي فات. طيب كابتن جهاد، كنت عايز اسالك على حاجه. الحكم ده كان له وقائع في 2006 وكان تم ايقافه وفي تلاعب بالنتائج. انا عارف ان انت عندك معلومه في هذا الامر، برضه لو حضرتك توضح لنا يا كابتن جهاد. لا، هو كان حكم رابع في المباراه، والمباراه دي الحكم اللي موجود تم اتهامه بال 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 بالرشوه في المباراه ديت، والراجل كان موجود رابع، والحكم ده كان اداله مبلغ 300 يورو على ما اتذكر، يعني الحادثه والواقعه. حكم الساحه ادى للحكم الرابع، حكم صغير مع رابع اداله ده. فهو الراجل ما خدش رشوه، الراجل الحكم الساحه هو اللي اداله. بعد كده اتثبت من التحقيقات ان حكم الساحه ده هو المخطئ، اتوقف مدى الحياه وتم استبعاده من التحكيم. الراجل ده اثبت بما لا يعلم مجال من الشك انه ما كانش طرف في الموضوع تماما. رجع بعد كده للنخبه اللي كان موجود بعد فيليكس بريتشي كراجل رقم 2 في المانيا في كاس العالم 2018. بعد كده كمل كراجل رقم 1 حاليا في المانيا، هيلعب اليورو ان شاء الله، مرشح بقوه لكاس العالم 2026. الحكام المميزه جدا اللي موجودين في اوروبا، وشايفه هيبقى من افضل الحكام الموجودين في كاس العالم 2026 ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه، خبيرنا التحكيمي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.